اهلا وسهلا البنات، كنتمنى ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. غادي نحضر معكم واحد الكيك لاصحاب الريجيم والناس اللي ما كياخذوش السكر، كيك بالقمح وبالشريحه وبالتمر بدون سكر بدون دقيق ابيض. القمح الكامل وبالمكسرات، غادي نستغل الفرصه باش نجرب هذا الكوكتيل ديال المكسرات اللي خديت من عند التعاونيه اللي قلت لكم ونجربوه في الكيك الصحي ديالي. دونك اشنو كنحتاجو؟ كنحتاجو جوج بيضات، كاس ديال الحليب، كاس لارب ديال الزيت، جوج معالق كبار ديال المايزينا، جوج معالق كبار ديال الكاكاو، كاس ديال القمح الكامل، جوج خمارات، ساشي ديال الفاني، وللتزيين كنحتاجو لي بيبيتو شوكولا، حبيبات الشوكولا. ممكن تستغناو على هاد ليطاب هادي او تزوقو بلي متوفر عندكم. فكأول مرحله كنطربو البيض ديالنا مزيان مع الفاني. هذا الكيك هذا راه ما فيهش السكر نهائيا، دونك داك الكوكتيل اللي فيه الشريحه والتمر داكشي غادي يعوض لينا السكر اللي اصلا هو حلو. وبلاصه الدقيق الابيض كنديروا الدقيق الكامل او القمح، كتجي لذيذه بزاف وما كيجيش فيها داك المذاق انها ما فيهاش سكر. ممكن تعوضوا هاد المكسرات بالتمر، العقده ديال التمر الا عندكم، سينو ديروا التمر في الحليب حتى يفسك وكتطحنوا كلشي في الميكسر ولا بالفويل. دونك كنزيدوا الزيت ديالنا، ممكن ايضا الناس اللي ما كياخذوش الزيت النباتي يعوضوها بزيت الزيتون باش تكون الوصفه صحيه اكثر واكثر. من بعد كنضيفو الحليب. الحليب كما كتعرفوا كيعطي ديما الهشاشه للكيكه ديالكم، عكس بحال هكا الليمون. الليمون كيعطي اكثر البنه، من الحليب والياغورت الطبيعي كيعطيو الكيكه ديالكم واحد القوام رطب بزاف. غادي نضيف هذا الاثناء الكاكاو الكيكه. وعندي واحد الملاحظه ان هاد المره خديت واحد الكاكاو ديال العبار من عند واحد لا سوبيريت، جاني افضل بكثير من ديال ايديال ولا الزا اللي كيتباعوا جاهزين. كتحسي به لو فري كاكاو. حتى نهار درتو في البراوني عجبني بزاف المذاق ديالو ولا الرائحه ديالو، حتى اللون ديالو كيبان غامق على الكاكاو العادي. من بعد ما ضفت المكسرات ديالي نستمر في التحريك. فيهم واحد الرائحه زوينه ديال الشريحه البلديه مع التمر المعسل واللوز والكركاع، رائعه بزاف. دابا غادي نضيف جوج ملاعق ديالي ديال مايزينا. علاش غادي نستعملوا مايزينا؟ فقط باش تخلي داك القوام متماسك في الكيكه، حيت الا درنا غير القمح بوحدو كاس القمح بوحدو غادي تجي الكيكه شويه ديالنا بحال مفرتته، ما غاديش تجي مجموعه. وممكن تستغناو على مايزينا الا ما كانش عندكم. دابا غادي نضيفو كاس ديال القمح بالضبط، غادي تجمع العجينه كما كتشوفوا. كيقولوا ان من اسرار نجاح الكيك هو نبقاو نحركو في نفس المسار، ما نبقاوش نديرو مثلا هكا ونعاودو ندورو للاتجاه الاخر، نبقاو نحركو في اتجاه واحد. بدات كتجمع معنا القوام ديال العجينه ديالنا ولا الكيك ديالنا. دابا غادي نضيفو الخمارات ومن بعد نسكبوها في المول اللي درت ليه بابي كويسون ودهنتو من الجناب بشويه ديال الزبده والقمح. من بعد ما ضفت الخمارات كما كتشوفوا ها هو القوام ديال الكيك ديالنا. سي بون، غادي نسكبوه دابا في المول ونشغلوا الفران من التحت على 180 حتى طيب الكيكه ونشعلوا عليها الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. كيف ما كتشوفوا كتجي غزاله بزاف، كتجي مويلوز ما نشفاش كما كتشوفوا. ما كنحتاجوش نديكوريوها اكثر من هكا، انا درت غير لي بيبيتو شوكولا. غير واحد لا رمارك، راه هي ما كتجيش عاليه
الا بغيتوها تجيكم عاليه على هكا كديروا 4 البيضات ولا 3 البيضات. انا درت فقط 2 البيضات، مي معلقه محما كيخليهاش تنفخ بزاف. غادي نقطع معكم ان مورسو ونوريكم كيفاش كتجي من الداخل. كيف ما كتشوفوا البنات كتجي بحال شكل البراوني، كتجي فريمون مويلوز غزاله بزاف مع دوك الفواكه الجافه اللي درنا، كتجي رائعه بزاف. كنتمنى انكم تجربوها وتكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم ريحه ديال الشوكولا مع التمر مع الشريحه مع القمح، عطات واحد الرائحه غزاله بزاف وفريمون لذيذه. انا ديجا مجرباها، لذيذه وصحيه بدون سكر بدون دقيق ابيض. ممكن ديروها الناس ديال السكري الناس ديال الريجيم، جربوها وردوا عليا الخبر. كنشكركم بزاف وبيزو ليكم.